طه نعمان وبعدين الشيخ نصر الشيخ طه الشيخ غريب بالاخر ماشي يا عم مش هيزعل عشان مش هيزعل معايا الشيخ غريب قاعد معايا الشيخ طه مع نفسه الشيخ غريب قاعد معايا طلع المهدي فادعوا الله مخلصين له الدين شرط أساسي في قبول الدعاء أن يمتلك الإخلاص وأي شيء نفد منه الإخلاص لا يرفع إلى السماء إذا أكثرت من الذنوب فلا تخف الله لأعرافه والله وعد عباده لذلك فهو الوعده الرافع وقارئ ما تلا علينا من سورة الرافع القارئ الشيخ رجب عبد الرحمن القارئ المكين الشبنات الذي جاء برافقة فضيلة مولانا الشيخ محمد محمد طواعي وكيل المشيخة العامة للدول الصوفية وعضو نقابة الأشراف على مستوى العالم الإسلامي أرى أنه يريد أن يستنزف الإخوان مدينة الزقازيق أشكره على حضوري لهذا اللقاء أشكر بسارة سراء جميعا سيد الشيخ عبد الرحمن الشيخ سيد أبو الهيم محمد الحسيني سيد القراء جميعا سيد الشيخ غريب راعي هذا الأهل الكبار وكل السادة القراء جميعا وأرى الآن السادة القراء قراء القاهرة أحل الكبرى الفيوم محبتكم في ليلة الذكر والقرآن أحبتنا الكرام هيا بنا كي نسعى مع قارئ لامع مجيب يرجع بنا إلى الخلف ليعيد من يعيد لنا تراث الرعيد الأول لقراء جمهورية مصر العربية القارئ اللامع المجيب القارئ الشيخ محمد المهدي نجاني القارئ المتميز في مدرسة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد تفضل مشكورا الشيخ محمد المهدي نجادي قارئ المكيب في القاهرة والعلم العزائي الشهير تفضل مشكورا توفيق يا سيدنا ازيك يا ريس ازيك يا سيدنا اتفضل يا شيخ محمد دي واحده هي والثانيه بتاع الشيخ محمد الاول بعدين انت على طول بتاعتك انت على طول طب دقيقه طب ماشي دقيقه يا ابو عادل محمد ابو عادل النحل اللي عاملين جرسنا ده محمد ابو عادل هنا اهو الشيخ ابو مرايه طلع شوف اسمه الشيخ
والمشكلة ما المشكلة ان انا وديتك ما فيش مكان اصلا هتقعد فيه ولا الشهر اللي بس تقول لي فيه هنا هي هنا هي دي خلاص 100% وبتاعتك بتاخد المختلف بس دي جامعة حاضر يا تفصلت بس كده يصل لك بتفصل ليه بعملها لك يا بقول لك ده 10 جنيه بس ده 10 مش معايا نص طب انا هعمل ايه ده 5 مش هينفع طب خلاص ماشي ماشي محمود صور محمد معاد صور يا معاد تعالي طول النجات صور
Yeah.
الله 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 يا سلام كأنه هو تعليق اللهم صل على النبي عليك يا سيدنا ومن
لا الله 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 يفتح عليك. ايوه قبل ما تمشي يا عيد كده في البيت عليك يا قدر يا
يا خيم حبيبي خمي سيد الشعب القاصر يا سلام عليك عم الشيخ محمد الله 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 حرم من